طيب الباندا فعليا هي عبارة عن بايثون باكيج ممكن استخدمها عشان اعمل، يعني باختصار اعمل بلاي والديتا، العب في البيانات، احملها اعرضها افلترها، تمام. ومن ضمنها حيجي قصة الماب فانكشنز، حتشوف انه من يعني من ضمن مثال جوا، يعني حشرح لكم اياها، تمام. طبعا هذه باكج خارجيه، فاول شغله بدي اسويها انه انا بدي اعمل امبورت بانداز از بي دي. طبعا العمليه هذه احنا شفنا سابقا في الريجولار اكسبريشن عملنا ايش، امبورت ار اي وسكتنا، تمام. لكن هنا امبورت باكج از، هذا بنسميه الياس. الياس اسم مستعار، فبدل ما انه انا بدي استخدم شغلات كثيره جوا البايثون جوا الباندا، بدل ما اكتب الاسم الطويل هذا بصير بكتب بي دي بهذا الشكل، تمام. طيب ايش المكونات الاساسيه انا عندي في الباندا؟ هي سيريز والديتا فريمز. سيريز والديتا فريمز. سيريز ببساطه هي عباره عن اعمده، مش أعمدة عادية، أعمدة إندكس بالضبط، تمام. يعني هنا عندي عمود اسمه أبلز الإندكس 0 1 2 3 هيوز، وهنا الفاليوز، تمام. وهذه سيريز ثانية أورنجز، تمام، والإندكس 0 1 2 3. التو سيريز هدول أو العمودين هدول لو دمجناهم مع بعض بنتج لي داتا فريم، تمام. يبقى الداتا فريم هي عبارة عن مجموعة من الأعمدة وإلها إندكس، هاي اللي بيميز الموضوع. طيب كيف أنشئ سيريز؟ خلينا نبدأ من السكراتش. في أنا عندي أرتيكل، هاي هفتح لكم إياه، هذا اسمه 10 minutes، هحط لكم الرابط للتو ارتكلز هذول. يبقى هنا ببساطة يبقى اس بتساوي بي دي دوت سيريز، تمام؟ صحيح، عبارة عن باكج جاهزة، وأنا ما احتجت إنه أنا أنزلها، ليش؟ لأنه إحنا نزلنا نسخة الوين بايثون. بتلاحظي هنا في المقال إيش كاتب؟ هذا بيب انستول بانداز، احنا مش محتاجين نسويها، احنا عملنا امبورت مباشره لانه احنا اخذنا حزمه متكامله فيها كل الشغلات اللي انا بحتاجها للديتا ساينس، تمام. يبقى السيريز هذه اللي انا بدي اعرفها بروح بستدعي الكونستراكتور هذا بي دي دوت سيريز وبروح بمرر له ليست. الليست هذه ممكن تكون واحد او فاليوز 3 7 4 8 بهذا الشكل. شوفوا كيف شكلها، يبقى انا عندي 3 اخذت اندكس 0، 7 اخذت اندكس 1، 4 اخذت اندكس 2، و3 اخذت اندكس 3، 8 اخذت اندكس 3. طبعا ايش الداتا تايب تبعتها؟ انتجر 64، تمام. وممكن انه احنا نعرف سيريز ثانيه، هذه خلينا نسميها اس 1، بهذا الشكل. ايش التايب تبعها؟ اوبجكت، اي حاجه غير البريمتيف داتا تايب، حتى السترينج بتعمل معاها كاوبجكت،
تمام؟ يبقى الـ A أخذت إندكس 0، الـ F أخذت إندكس 1، والـ G أخذت إندكس 2. ممكن نعرف هذا float فبالتالي هنا float 64 تمام؟ وهنا في عندي باراميتر اسمه dtype بروح بعرف هو لحاله بيعرف التايب من الفاليوز، لو انا بدي اعرف التايبس بشكل امبليسيت بروح بمرر هذا الباراميتر تمام؟ يبقى احنا ببساطة ايش عملنا الآن؟ عرفنا عمود، عرفنا أعمدة، مجموعة من السيريز بهذا الشكل. طيب بدي أعرف داتا فريم، كيف بدي أعرف داتا فريم؟ ببساطة D بتساوي bd.data tab، هي بروح بعمل لي auto complete data frame. شوفوا كيف حكتبه، حكتبه على شكل ديكشنري بهذا الشكل. هذا عبارة عن الكي والفاليو عبارة عن ليست، وهذا عبارة عن كي والفاليو عبارة عن ليست. فهذا بيمثل اسم العمود وهي الفاليوز تبعته، وهذا اسم العمود وهي الفاليوز تبعته بهذا الشكل تمام. فهذا انا مررته as a dictionary بهذا الشكل. يبقى بروح بفتح قوس زي هيك تمام، وبكتب انه انا في عندي عمود اسمه apples، هذا ككي والفاليوز مثلا 2 3 8، هذا العنصر الاول. والعنصر الثاني اورنجز والفاليوز تبعته 7 4 1 بهذا الشكل. وين عرض الدي وراح عرض لي اياه على شكل تيبل، تعامل مع تيبل مجموعه من الاعمده وعرض لي اياه زي هيك. فهي الاندكس 0 1 2 تمام. يبقى في الاندكس 0 عندي الابل 2 والاورنجز 2، والاندكس 1 3 للابلز و4 للاورنجز زي هيك. وممكن ايش اسوي؟ اعمل اعرف مجموعه من السيريز واعملهم كونكاتينيشن مع بعض زي ما هنشوف هنا. طيب حقت انا ممكن اعرف هذه بشكل منفصل زي ما هو عامل، طيب داتا بتساوي as a dictionary تمام، واقول انه هنا purchases pd.dataframe واقول له هنا data. فهذه بتمثل انا عندي سجلات للمبيعات. يبقى السجل الاول انه اشترى تفاحتين وسبعة برتقالات. السجل الثاني او الكاستمر الثاني اشترى ثلاث تفاحات و
وأربعة برتقالات وهكذا. طيب حاجات الداتا فريم الاندكس باي ديفولت بالظبط ممكن احنا ايش نديله زي الديكشنري عندنا بالظبط نظام الكي والفاليو، فبالتالي الاندكس بدل ما يكون انه عباره عن ارقام بيكون عباره عن كيز. ف بنعيد تعريف هذا الكلام، وايش بدنا نحكي له هنا؟ انه الاندكس انا عندي ثلاث سجلات بتساوي ثلاث سجلات، فبالتالي بدي احط ثلاثة، يعني هذا اللي اشترى ديفيد، وهذا اللي اشترى احمد، وهذا اللي اشترى علي. فالان هنا الانديسيز بتصير هذه البيرشيزز المشتريات تبع ديفيد اشترى تفاحتين وسبع برتقالات، واحمد اشترى ثلاثة واربعة، وعلي اشترى ثمانية وواحد. تمام؟ طيب الان بعد ما انشأنا البيانات بدنا نشوف كيف بدنا نختار صف وبدنا نختار عمود. لو سمحت بدي المشتريات تبعت علي دوت لوك، وهنا مدامها as dictionary فبالتالي بنستخدم نفس الديكشنري بالضبط زي هيك، وبنقول علي أيوة جاب 8 اشترى 8 برتقال تفاحات وبرتقالة واحدة. بدي المشتريات تبعت ديفيد، تمام؟ هيك أنا ايش بختار؟ بالضبط، تمام؟ يبقى في اللوك بختار رو. طب بدي اجيب عمود معين، مباشرة بكتب اسم العمود. هو بتعامل معاه كديكشنري، هو بيحولك كأوبجكت. هذا كلام في الديكشنري العادي بقدرش اسويه. بقدرش اكتب اسم الكي مباشرة، لكن هنا بقدر يعني استخدم ايش اسم الكي هنا؟ ابلز. استخدمته مباشرة. ممكن كذلك استخدم الجيت. تمام؟ وممكن كذلك اعمل زي هيك. As a dictionary، بس هذه انه اسهل نوعا ما. في الدكشنري العادي، هذه في الدكشنري العادي موجودة، لكن هاي مش موجودة في الدكشنري العادي. فالان شفنا كيف نختار صف وكيف نختار عمود. تمام؟ طبعا بطبيعة الحال احنا عملنا البيانات هيك بشكل يدوي عشان انه احنا نستوعب هذا الكلام، انه كيف بيتم انشاء البيانات، ايش اهم عنصر في البيانات انا عندي، ايش المكونات تبعتها، انه هي مجموعة من الاعمدة سيريز بتكون لي حاجة اسمها داتا فريم، كل سجل له اندكس، والاندكس ممكن يكون ارقام ممكن يكون كيز. تمام؟ الان بدنا نحمل البيانات هذه من ملف. طيب انتوا ايش ممكن تسووا عندكم عشان تقدروا انه انتوا تنزلوا الداتا سيت هذه؟ انا بدي اعمل كوميت هنا، تروحوا بتفتحوا مستودع الجيت هاب عندي، اعتقد انه حطيت لكم رابط هنا في المدونه، ايوه الجيت هاب ريبوزيتوري، وبتروحوا على وين؟ على داتا سيت،
بتلاقوا purchases.csv. بتعملوا كليك زي هيك وبتعملوا هنا رو، بنزل لي اياه از رو داتا. تمام، فهنا بختار حفظ باسم او سيف از وبحطه وين مكان انا عامل النوت بوك. تمام، عشان افتحه الان. بدي اعمل الخطوه هذه قبل ما انا افتح الملفات، افتح يعني احمل الداتا سيت. اوكي، الان بدي احمل من سي اس في دي اف بتساوي بي دي ريد سي اس في. لاحظوا انا عندي في الريد ايش في عندي؟ شغلات كثيره، في عندي سي اس في، في عندي اكسل، في عندي اتش تي ام ال، في عندي جيسون، فورماتس كثيره. فاول فورمات حنتعامل معاه هو السي اس في، والسي اس في اعتقد صرتوا فاميليار معاه. هنا بكتب المسار تبع الداتا سيت. طبعا انا وين موجود؟ بطلع هنا، انا موجود في مجلد النوت بوكس. بقول له لو سمحت اطلع لي مستوى لفوق، تمام هنا، وبعديها ادخل لي في مجلد اسمه داتا سيت، وبعديها في عندي هذا الملف اللي هو purchases dot csv. تمام، وهي الدي اف. وزبطت معاكم هاي الخطوة؟ بنات خليكم معايا، اللي ما عندوش اللي ما عندهاش الانفايرمنت جاهز على الجهاز تبعها، ممكن تكتبي في جوجل جوجل كولاب، فبجيب لي اللينك تبعها. هنا بروح بختار نيو نوت بوك، وبروح بختار انه هنا بسمي هنا ببدا بكتب الكود مباشره import pandas as pd. بالمناسبه هو نازل، ما فيش داعي ان انا انزله. ايوه لسه قاعد بعمل كونكت انيشلايز، بس اول واحده بطول. بعد هيك فبعدين بدي اجيب الداتا سيت. ممكن ان انا اروح هنا واروح اعمل ابلود للداتا سيت، او ممكن اعملها داونلود من الانترنت مباشره. فبروح على الجيت هاب، على الجيت هاب، على داتا سيت، وعلى هذا الملف تبع السي اس في، وبختار هنا الرو، بروح بنسخ هذا المسار، وبروح بكتب هنا، بحط علامة تعجب، وبدي اشغل لينكس كوماند دبليو جيت، بعمل لي داونلود لإلها، بلاقيها موجودة هنا مباشرة، أريح لي. تمام؟ بعدها كيف بدي أفتح؟ بروح على df بتساوي pandas أو bd data frame read csv، وبدي له اسم الملف
دي. تمام؟ كمان مرة يا بنات بحكي لكم انه هنا لما انا حملت البيانات هو فعليا فيها ثلاث اعمدة، لو شفتوها على الجيت هاب فيها ثلاث اعمدة، هذا العمود الاول، الثاني، الثالث. تمام؟ فهو ما بيعرف انه العمود الاول هو عبارة عن اندكس، فايش راح سوى؟ راح حط اندكس لوحده 0 1 2 3. فانا كيف بدي احكي له انه العمود هذا هو عبارة عن اندكس، لانه هو اصلا العمود هذا ملوش اسم. فبروح بعيد بفتح البيانات كمان مرة وبختار باراميتر ثاني اسمه اندكس كولوم، بس مجرد انه انا كتبت اول حرفين مع تاب بيجيب لي. طبعا على الجوجل كولاب ما فيش تاب، بس ايش فيه؟ كنترول سبيس. تمام؟ اندكس كولوم بتساوي زيرو. هيك صار انه قرأ لي البيانات بشكل صحيح. وهي عملكم الخطوة هاي، الخطوة هاي على الكولاب، وشوفوا معايا انه الاندكس كولوم بعمل هنا في اوتو كومبليت لحاله. لو ما اجاش بعمل كنترول انتر، كنترول سبيس عفوا، بيجيب لي. تمام؟ فهيك انا عرفته انه العمود زيرو هو عبارة عن الكيز. تمام؟ طيب الجيسون مر عليكم قبل هيك؟ كيف؟ مر علينا كثير. الجيسون هو عبارة عن ديكشنري ببساطة. فهي موجودة عندي من ضمن الداتا سيتس، افتح لكم اياه. بس انه انا ضفت باراميتر واحد اكتب ان اي ان واعمل كنترول مع سبيس بيجيب لك باقي الباراميتر. اندكس كولوم بتساوي زيرو. تمام؟ فبتلاحظوا في الديكشنري انه انا عندي هاي الكي هو عبارة عن اسم العمود، والفاليو هو عبارة عن برضو ديكشنري. من ايش مكون؟ كي وفاليو، كي وفاليو، كي وفاليو، اللي هو عبارة عن جون 3، روبرت 2، زي ما هو موضح هنا في الداتا فريم، انه جون 3، روبرت 2، هذا وين؟ كله في الابل. واضح الاستراكشر تبعته كيف؟ كمان مرة شوفوا الاستراكشر، قارنوا بين هاي وبين هاي. فهنا عبارة عن ديكشنري وجوا ديكشنري. الكي هو عبارة عن اسم العمود، والفاليو هي عبارة عن القيم الموجودة في العمود هذا، بس بالانديسيز، بالكيز يعني. اللي هو جون 3، هيو روبرت 2، هيو روبرت 2، تمام، ليلي 0، هي ليلي 0، وهكذا. وهنا العمود الثاني اللي هو اورنجز، تمام، وهي الفاليو تبعته بهذا الشكل. الان البانداز عندها القدره للتعامل مع الجيسون، تقدر تقرا البيانات زي ما بتقراها من السي اس في، بتقدر تقراها من الجيسون. وفي كثير من البيانات متوفره على الانترنت بجيسون فورمات، بقدر اقراها بهذا الشكل. فهنا بدل ريد سي اس في ايش بدها تصير؟ ريد جيسون. تمام؟ وهو لحاله بكون عارف انه العمود هذا هو عباره عن اندكس. فانا بدي اعيد هاي الجمله
وببساطة بدل ما CSV صارت JSON وهذا صار ملوش لازمة. ليش؟ لأنه هذا الكلام موضح في الجيسون أنا عندي. عفوا هذه مش read CSV، read JSON. تمام؟ ماشيين معانا تمام الأمور؟ طيب ممكن نقرأ من داتابيز. على المدونة هل كيف حاطط لكم إياه؟ هو وهذا تبع العشر 10 minutes لأنه بورجيني كيف أعمل السيريز وكيف إنه أعملها concatenation مع بعض. تمام؟ التنين حاطط لكم الرابط تبعهم مع الداتا سيت موجودة على الجيت هاب. طيب نيجي للـ SQL. الـ SQL مر عليكم الـ SQL Lite. في عندي برنامج اسمه SQL Lite Browser. SQL Lite Browser. في منه نسخة على الويندوز ونسخة على اللينكس والماك. هذا بدي انزله بشكل سريع. طبعا نسخة الـ 64 ايش الميزة تبعته؟ انه هذه نسخة خفيفة من الداتابيز بتعامل مع الداتابيز as a file، ما فيش داعي انه هي تكون على شكل سيرفر زي الاوراكل او الماي اس كيو ال، انه بدها كونكشن وبدها بورت وبدها يوزر نيم وبدها باسورد. هذه التعقيدات انه مش موجوده بتكون. بعد ما خلص الانستليشن بعمل، بعد ما خلص الداونلود بعمل انستليشن. طبعا بطبيعة الحال هذا open source program for free يعني. No. الهدف من هذا البرنامج انا بدي اورجيكم شكل الداتابيز قبل ما اعمل عليها كونكت من البانداز، انه هي فعلا داتابيز حقيقيه. بشغله تمام، وبفتح الداتابيز، بختار هنا افتح قاعدة بيانات. قاعدة البيانات هذه وين موجودة؟ نزلتها على من ضمن البيانات. هاي اسمها الداتابيز دوت دي بي. في هنا عندي الجدول هذا، الجدول هذا هاي بستعرضه. هاي الابلز والاورنجز وهنا الانديسيز تبعتها بهذا الشكل. هنا بالمناسبة ممكن اكتب كود SQL واختار select star from اسم التابل purchases. بعمل اكسكيوت وبجيب لي النتيجة بهذا الشكل.
ممكن احط باراميتر وير الاندكس بتساوي ديفت. اس بي نعمل الياسنج هنا بي دوت اندكس. العمود اسمه ايش؟ في مشكلة في اسم العمود هذا. على أي حال هاي داتابيز حقيقية، تمام؟ ممكن نحن نقرأها باستخدام الباندا، تمام؟ وهنا راح يكون السينتاكس إنه بنزل هاي الباكج SQLite 3 طيب أعتقد إنه هي أصلاً نازلة. Installed successfully. تمام، import SQL 3 وبعمل connection على الـ database اللي موجودة وين؟ data set وبعدين هنا بديله الـ query إنه df بتساوي bd read SQL query بكتب الكويري هنا اللي هو select star from purchase
وهنا بدي له الكونكشن اللي انا عرفتها. وهنا بالمناسبه الكونكشن ممكن تكون على اوراكل، ممكن تكون على اس كيو ال لايت، فبالتالي هنا انا بقدر اجيب بيانات من الداتابيز مباشره جاب لي اياها بهذا الشكل. تمام، هنا ممكن احكي له اعدل البارامتر واقول له انه الاندكس بتساوي زيرو. لا بلاش، تمام. استخدم هاي الشغله انه اعمل سيت للاندكس اسم العمود سيت اندكس بهذا الشكل، فبالتالي خلاص هذا العمود بيروح. طب هذا بالنسبه للقراءه. بالنسبه للكتابه، بدل ما كان فروم بصير تو، وبالتالي بحمل الداتا سيت بعمل عليها فلترز، بعمل عليها بري بروسيسنج، بعمل هاندل للميسنج فاليو، برجع بكتبها مره ثانيه بهذا الشكل. فخلينا نكتب امتداد السي اس في، بس انه ايش بدنا نسوي؟ بنحطها في اسم جديد بس في نفس داتا سيت سلاش نيو بيرشيزز. احنا فعليا هذه الدي اف احنا قرانا من اس كيو ال باستخدام هاي الكويري ورجعنا كتبناها سي اس في. هاي نيو بيرشيزز، بهذا الشكل. يبقى في هذا الدرس احنا فعلا فهمنا شو مفهوم الداتا فريم. الداتا فريم هو عبارة عن مجموعة من الباندا هي عبارة عن مجموعة من السيريز او الاعمدة اللي بتشكل الداتا فريم، لها اندكس ممكن اقرأها من فورمات مختلفة. شفنا كيف نتعامل مع فورمات الـ CSV، فورمات الـ JSON، فورمات الـ SQL، وبرضه ممكن ان احنا نكتب هذه الداتا فريمز على فورمات مختلفة. شفنا كيف نختار أعمدة باستخدام اللوك، وكيف نختار كيف نختار صفوف باستخدام اللوك. نكتب الاندكس تبع الصف، وشفنا كيف نختار أعمدة بأنه أنا أكتب اسم العمود. تمام، وحنشوف المرة الجاية كيف نتعامل مع داتا سيت أكبر اللي هي الموفي IMDB movie dataset. تمام، هنشوف كيف نتعامل معها وكيف نعملها exploration. اوكي، في اي اسئله؟